أبو عبد الله، تتحدث المصادر الإعلامية عن أن المملكة المتحدة البريطانية لم ترسل دعوات لثلاث دول فقط من أجل حضور جنازة الملكة إليزابيث. هذه الدول التي لم ترسل إليها الدعوة هي روسيا، بيلاروسيا، وميانمار. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ هي في حالة حرب، يعني موقف سياسي، فهو موقف سياسي. قيم مرحب فيكم، لأن لم يخضعوا لسياسة بريطانيا، فأمر طبيعي جدا أن ما يرسل لهم أي دعوة، طبيعي جدا، أن هذا أمر بروتوكول قد يحرج بريطانيا وسياسة بريطانيا. لا ننسى أن حتى موضوع التتويج وكذا، يعني الملكية مختلفة، لا ننسى الأمر كله بيد رئيس الوزراء البريطاني أو رئيسة الوزراء البريطانية، فأمر طبيعي لأن هذا التتويج الشرفي لا يريدون أن يحرجوا بريطانيا في هذا التتويج. فهم القطاع، يعني القطاع السياسي والاختلاف السياسي، خصوصا بين روسيا، خصوصا بين روسيا، فاستحالة، طبيعي جدا ألا ترسل دعوة لروسيا، خصوصا في حالة الحرب اللي بين روسيا وأوكرانيا حاليا.